فرات بترجاك رد علي، رد. الو زينب، لقينا ميران، كنت رح اتصل فيك. انا سيارة الاسعاف هلا، لقيت امك مغمى عليها وهي ما انا منيحة. فرات تعال بسرعة رح نوصل على المشفى. شو؟ لا تفكري بأي شيء ريان. هلأ قليلي، أنت منيحة؟ أبداً أنا ماني منيحة. إجوا هدين كل الرجال وأخذوك، كانوا متنكرين بتياب عسكرية، خطفوك وعم بتقول هربت وما بتعرف شي. صدقيني ما بعرف شي يا ريان، وأنا محتار كتير. لازم عزيزة أصلاً تظهر بسرعة لحتى نعرف شو اللي عم يصير. يمكن الأجوبة عندها، وبعدين أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع، في شي تاني لازم نحكي فيه. ميران خلينا نروح من هون، نسافر على مكان بعيد، أنا خايفة كتير من هالمكان. حبيبتي ما في أي شيء مخاف منه، بالعكس أنا في عندي كتير شغلات خاف منها بسبب يلي عم بيصير. يمكن أنت تموت بشي يوم لا سمح الله، أو رح تصير قاتل يا ميرا. ريان أنا كل ليلة بفكر إذا أنت تركتني وطلعت من البيت ما رح ترجع مرة تانية. ما عاد يتكرر هالشي، أنا بوعدك أنا ما عاد أترككم لحالكم مرة تانية. صار يلي صار انسي. أنت كيف عم تطلب مني انسى يا ميران؟ كل يوم عم نعيش نفس المشاكل والمصائب وعم شوف نفس غضبك وعصبيتك. معقول بدنا نقضي حياتنا بهالحالة هي؟ أنا ما عاد فيني أتحمل. اليوم أنا خسرت ابني يا ميران، وبكرة مين؟ إذا نحن ما رحنا على مكان بعيد بأسرع وقت يمكن ابني التاني يولد بلا أب، بفهمني بقى. أنا هون، أنا موجود دائما. ابني ما عاد موجود، هو راح وما عاد يرجع ابدا. هذا اكثر شيء انا كنت خاف منه يصير. ابننا يلي ما له ذنب باي شيء نحن خسرناه قبل ما يولد، ولما خطفوك انا ما فكرت بابني الثاني بنوب، ركضت وراك وما اهتمت شو ممكن يصير بابني، فكرت فيك وما فكرت اني ممكن اخسر ابني الثاني. ريان دخيلك يا ربي، نفس الاوجاع والمعاناه. انا ركضت وراك وما فكرت لا بحالي ولا بابني. أنا مستعدة أساوي أي شيء، بس المهم أنت ما تتأذى، وأمي وأبي ما يزعلوا، ما عاد أسمع صريخ جدي وما أشوف عمي ومرت عمي عم يتخانقوا معنا. أنا دايما كنت أحبس أوجاعي جواتي وأتحمل كل شيء، بس شو صار؟ بعرف، بس بترجاكي حاولي تهدي. لك أنا خسرت ابني، خسرت ابني يا ميران. تمام ريان، رجاء لا تساوي هيك. بنتي لا تتدخلي يا زهرة، لا تتدخلي، بكفي لا تساوي هيك. انتو يلي بكفي حاجة تساوي فيني هيك؟ رحموني بقى مشان الله، رحموني. ما عم بفهم ذنب شو نحن عم ندفع وشو الغلط يلي ارتكبناه. ما بعرف ابدا اذا رح اقدر اتحمل اكتر من هيك يا ميران. انا خسرت ابني وهو ما عاد موجود. ريهان اسمعيني منيح، تمام راح واحد بس التاني موجود. نحن أنا وإنتي وابننا، نحن الثلاثة مع بعض. بس ما خبرتني، أنت خبيت عني، ولما عرفت ما كنت موجود جنبي. لو إنك قلت الحقيقة لما سألتك بالمشفى، قلت لي إنه بخير، أنا اطلعت جوات عيونك وسألتك إذا ابني كان بخير ولا صاب وشي. كذبت علي وانت عم تطلع بعيوني ميران. أنا عرفت من زينب إني خسرت ابني وانت ما كنت موجود جنبي. يا ترى بتتخيل كيف كان الخبر علي يا ميران؟ انت ليش ما كنت جنبي؟ أنا بحلف لك إني كنت رح أخبرك بهذا الشي حبيبتي، وحتى صدقيني أنا ترجيت الدكتورة ما تجيب لك سيرة لحتى لاقي الوقت المناسب لخبرك. ما كنت بعرف بنوب شو الطريقة يلي بدي خبرك فيها لخفف لك حزنك. تعتقدي اني ماني منتبه يا ريان؟ من لما عرفتي انك حامل وانت ما عم تشيلي ايدك عن بطنك، بتحكي مع ابنها يلي لسه ما ولد وبتصيري تغني له كمان، بتخافي انك تكوني مبسوطة مشان ما يصير له شي. رجاء افهميني يا ريان، انا كنت بدي خبرك بس ما قدرت، بترجاكي سامحيني. انا اسف.
المهم رجعت بالسلامة. أنا بشكر ربي على هي النعمة، بس رجاء أنا بدي ضل حالي ميرا. ما بيصير، أنا ما حد أتركك لحالك ريان، تعالي لو سمحتي. لا ريان، أنت لازم تتجاوزي هالحزن، مو مشاني أنا، مشانك أنت ومشان ابننا. لازم تتمالكي حالك. يلا تعالي. اتركني أنا بدي ضل لحالي. يلا تعالي حبيبتي. ما بدي روح. تعالي معي ريان. يلا أنا بترجاكي، تعالي معي. يلا. يلا اشرب. أنا شو من بين الأولاد؟ أمي هلأ بالمشفى بسببي أنا. أنت حذرتيني كتير زينب، بس أنا ما سمعت لو وصلت لهالحالة. لولاك يمكن كانت أمي. لا فرات، شوف أنا حكيت مع الدكتور، ساووا له غسيل معدة، ما ضل في أي خطر على حياتك. أمك رح تتحسن ورح تشوفك جنبها لما تفيق، ورح تحكوا مع بعض كأم وابنة. كان ممكن تموت بس ما ماتت. لو ما كنتي بالكوخ بهديك اللحظة وميران ما نسيتي تليفونه لكانت أمي ميتة هلأ. والله ميتة.